السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي دائما أتكلم عنه ودائما أرجع له أو لما تيني استفسارات أرجعكم إلى الفيديو اللي يتكلم عن خلطة التربة اللي دائما أستخدمها، وراح يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة، اللي دائما يكون عبارة عن بوتينج سويل أو كومبوست وبيت موس وبيرلايت. اليوم راح أتكلم معاكم عن مادة أعرف عنها ولكن أول مرة أستخدمها، فراح أبين لكم الموضوع اللي هي مادة الكوكوبيت، أول مرة بالنسبة لي أستخدمها، وراح نتكلم عن الفوائد من الكوكوبيت بالمقارنة بالبيت موس. فراح أملأ هذه الصندوق أو الحوض أو البلانتر، واللي حاب يشوف كيف سويت هذه الحوض أو البلانتر راح أيضا يطلع عندكم الرابط في أعلى الشاشة يبين الخطوات والطريقة اللي سويتها على أساس أبني هذه الحوض أو البلانتر من خشب بلتات أو طبلات. وراح أتكلم معاكم عن الكوكوبيت. مثل ما احنا شايفين لما نشتري الكوكوبيت يكون بهذا الشكل، يكون جاف ومضغوط كأنه طوب أو شكل مكعب أو طابوقة، فيكون جاف ومضغوط. الكوكوبيت عبارة عن اللي هو قشر جوز الهند يطحن أو يفرم وبعدين يغسل من الأملاح وكذا ويضغط، طبعا يجفف بعدين يضغط إلى هذا الشكل ويعني يباع لنا بهذه الأشكال. الفرق بين الفرقين الأساسيين بين الكوكوبيت والبيتموس، الفرق الأول والأهم اللي هو الكوكوبيت، البي اتش، نسبة البي اتش اللي فيه تقريبا متعادلة، اللي هو لا هو قلوي ولا هو حمضي، بعكس البيتموس. البيتموس عادة يكون حمضي بعض الشيء، تقريبا بين 6.5 إلى 6 أحيانا ينزل أكثر، فأي شيء تحت 7 يعتبر حمضي. الكوكوبيت عادة يكون ما يقارب 7 فيكون متعادل، يعني كأنه محايد. فهذه أهم ميزة في الكوكوبيت باختلاف عن البيتموس. الفرق الثاني بين الكوكوبيت والبيتموس اللي هو أن البيتموس يستخرج أو مادة غير مستدامة، لأنها تأخذ عقود طويلة إلى أن تتكون في الغابات، واستخراجها بهذه الكميات قاعد يضر الغابات ويضر البيئة. فالكوكوبيت من ناحية استدامة مادة مستدامة أكثر وغير مضرة للبيئة، لأن تستخدم قشر الجوز الهند أو الناريل في التربة، فهي مادة عضوية مثل البيتموس ولكن هي مستدامة، لأن الجوز الهند سنويا يزرع ويكون عندنا الكوكوبيت. الشيء الوحيد اللي أعتبره شيء سلبي إلى حد الآن، ولكن يعني كل تفاؤل وأمل إن راح هالشيء يتحسن مع الوقت، إن سعر الكوكوبيت مقارنة بالبيتموس أغلى بكثير. يعني هذه الوحدة من هذولين تسوي لي نص سعر 400 لتر بيتموس، فككمية كأني قاعد أدفع الضعف عبارة أو ضعفين، لأن نص الكمية ونص السعر، فكأني قاعد أدفع أكثر بكثير، يعني عفواً ربع الكمية ونص السعر، فكأني ضعفين قاعد أدفع. ولكن أول ما كان موجود حتى في السوق، الحين مع دخول السوق وتشجع الناس له واستخدامه أكثر، إن شاء الله راح تنزل كميات أكثر، يحفز التجار أن يستوردون منه أكثر ويستغنون عن البيتموس، يتجهون أكثر إلى الكوكوبيت، لأن في دول أوروبية بدأت تمنع تصدير البيتموس بسبب أنه قاعد يأثر على البيئة عندهم. واحدة من هذه الدول اللي هي ألمانيا بدأت توقف تصدير البيتموس. فطيب احنا كيف نستخدم الكوكوبيت لما نحصله بهذا الشكل جاف؟ فاللي أنا سويته أني حطيت الكوكوبيت بهذا الشكل اللي هو الجاف، مجرد حطيته في هذه العربانة أو كذا، وحطيت كمية من الماء، طبعا ما نزيد كمية خيالية من الماء، يعني تقريبا إلى هذا الحد، إلى يعني نقول النص أو الثلث ونخليها، وراح تشرب الماء بشكل سريع. ونلاحظ أن هذه الكوكوبيت هذه مبلول، نلاحظ كمية الماء اللي تنزل منه كمية عالية، ولكن في النهاية يتماسك، ولكن أول ما أبتدي حركه يتفرفت ويتفلل بشكل أحسن عندي من البيتموس كقوام
أشوف إنه أحسن من البيت موس بصراحة. ولكن مثل ما قلت لكم الشيء الوحيد اللي سلبي فيه سعره حاليا، إن شاء الله مع الوقت أسعاره تنزل مع اتجاه الناس لا أكثر، ولكن من ناحية محسن أتوقع أنه راح يكون أحسن من البيت موس. فراح أبتدي أخلط الكوكو بيت مع التربة، راح أغير الخلطة هذه المرة، طبعا راح أضيف بيرلايت، راح أترس الحوض وراح نشوف الفرق مع بعض. فمثل ما احنا شايفين الكوكو بيت قوامه جدا مختلف عن البيت موس، صاير نوع الالياف وقطع. ف يعني يبدو لي انه يعني حتى كتكدس وتراكم يعني الكوكو بيت ما في نفس البيت موس. البيت موس بعد يتكدس بشكل عالي جدا، يعني ممكن انه يصير مضغوط جدا. فما اشوف هذه الخاصيه في الكوكو بيت يعني. فراح اجرب، راح اشوف النمو، اتابع النمو في هذه الحوض. ولكن يبدو لي ان مثل ما قلت الكوكو بيت يعني في ايجابيات على البيت موس من ناحيه البي اتش، ومن ناحيه ان ماده مستدامه، يعني ان ما تضر البيئة، بالعكس مادة ممكن تنرمي ونعيدها في الزراعة وهي مادة عضوية وتحسن لي قوام التربة. فأتمنى مع الوقت إن شاء الله مع تحول الناس عن البيت موس إلى الكوكو بيت يزيد استيراد الكوكو بيت في الخليج، ونستغني شوي شوي عن البيت موس وسعره يكون شوي تنافسي أكثر. فاللي حاب يجرب الكوكو بيت ما يمنع ان الواحد يجرب ولو كان سعره شوي اعلى، لان مثل ما ذكرت في له ايجابيات. ممكن نقارن يعني نزرع في خلطه مع بيت موس وخلطه مع كوكو بيت ونشوف. فايضا مهم ان اذكر انه لان في اسئله كثيره احصلها بخصوص في ناس عندها سوء فهم لموضوع البيت موس او الكوكو بيت، بالذات البيت موس عموما، يظنون ان البيت موس نوع من السماد او في غذاء. البيت موس ما في غذاء، ما في اي عناصر غذائيه، مجرد يعني ماده نزرع فيها. نفس الشيء الكوكو بيت، فالكومبوست او السماد الحيواني او السماد السمكي او الان بي كي او ايا كان السماد اللي نستخدمه هو اللي يوفر الغذاء للنبته. البيت موس او الكوكو بيت ما في مواد غذائيه للنباتات. للي عندهم اسئله بخصوص او تساؤلات بخصوص الكوكو بيت، هذه الفيديو يساعدكم او يوضح لكم بعض الامور. واللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وقت ممكن. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. في امان الله.